نسيت الشهد الأول في الصلاة، لو إنسانا نسيت الشهد الأول في الصلاة وقام إلى الركعة التي بعدها الثالثة، يقول تبطل صلاته إذا رجع بعد أن يستقيم ظهره أو بعد أن يشرع في الفاتحة. لأن الذي ينسى التشهد الأول في الصلاة له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتذكر قبل أن يستقيم ظهره، تو بادي يوقف ما وقف عدل تماما، تذكر ينزل وجوبا، لأن التشهد الأول واجب فينزل ويجيب التشهد الأول. الحالة الثانية أن يتذكر بعد أن يستقيم ظهره وقبل أن يشرع بالفاتحة اللي هي الركعة الثالثة. فعلى المذهب يكره له أن يرجع، والقول الثاني يحرم عليه أن يرجع لأنه دخل في الركعة الثالثة. القول الثالث أنه لا يدخل في الركعة الثالثة إلا إذا شرع في الفاتحة، ولهذا على المذهب إذا شرع بالفاتحة ونزل للتشهد الأول بطلت صلاته. إذا شرع بالفاتحة ثم رجع للتشهد الأول بطلت صلاته. وهنا بعد أحيانا انتبه لهذه، أحيانا تصلي خلف إمام لا يحسن أحكام الصلاة، إما يكون إمام راتب أو إما يكون الجماعات اللي هي بمصلى أو جماعة ثانية في المسجد أو كذا. المهم نسي التشهد الأول وقف، قالوا له سبحان الله، بعضهم شو يسوي؟ يرجع، وانت وقفت لا ترجع معاه، ما عليك منه، هو غلطان ما ترجع معه. إذا استقام ظهرك ما ترجع حتى لو الإمام رجع، لأن رجوعه غلط. فهو بين حالين، إما أن يعلم، وإما إن كان يعلم أنه لا يجوز له الرجوع ورجع بطلت صلاته، وإن كان جاهلا قد يعذر بجهله، لكن أنت ما تعذر، أنت تعلم، فلا يجوز لك أن ترجع معه إذا اعتدل ظهرك. يعني يكون مترددا مثلا وبعدين قرر أن يرجع، ما ترجع معه إذا استقام ظهرك، اتركه لين يخلص التشهد ويقوم. كيف أنت اقرأ فاتحة، اقرأ سورة وراها، طيب إلى أن يقوم وتكمل معه الصلاة. فننتبه لهذه القضية، وهي أنه من مبطلات الصلاة الرجوع للتشهد الأول بعد الدخول في الركعة الثالثة، هذه من مبطلات الصلاة.